لجنة الكنيسة اليوم على مشروع قانون حل الكنيسة بالقراءة الأولى. وفي هذه الأثناء قال رئيس لجنة الكنيسة من حزب أزرق أبيض إنه ينوي إنهاء إجراءات التشريع بالقراءتين الثانية والثالثة في غضون أسبوع. بذلك ستجرى انتخابات مبكرة للكنيسة في آذار المقبل إذا تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءات الثلاث. إلى ذلك أظهر استطلاع جديد للرأي أن عضو الكنيسة الإسرائيلي جدعون ساعر الذي أعلن انشقاقه عن حزب الليكود سيحصل على 17 مقعدا مقابل تراجع في مقاعد حزب الليكود الحاكم. كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين في جهاز الأمن العام شباك هددوا بالاستقالة في حال اختيار رئيس مجلس الأمن القومي مائير بن شبات رئيسا للجهاز. ذكرت القناة العامة الإسرائيلية أن لدى المسؤولين مخاوف من قيام نتنياهو باختيار بن شبات بعد انتهاء مدة رئيس الجهاز الحالي نداف أرجمان بعد 6 أشهر. وحسب ما نقلت القناة فإن عددا من قيادات الجهاز يرون أن دوافع نتنياهو لاختيار بن شبات شخصية وسياسية وليست مهنية. عن الاختيارات الشخصية والتي هي غير مهنية، مزيد من التفاصيل سيخبرنا إياها مراسلنا من القدس أمير الخطيب. تحياتي أمير. إذن حالة من الحراك السياسي والاتهامات تتجدد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، هذه المرة حول شخصية رئيس الشباك الجديد. التفاصيل من عندك. فعلا ديما، حراك في كل الاتجاهات في إسرائيل بالخارطة السياسية الإسرائيلية على وجه الخصوص، والعنوان العريض هو حل الكنيسة، الذهاب إلى انتخابات واستبدال حكم بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي وزعيم حزب الليكود، وهو الحزب اليميني الحاكم في إسرائيل. يعني بدأنا هذا النهار من خلال تصويت لجنة الكنيسة على مشروع قانون حل البرلمان الكنيسة والتوجه إلى انتخابات. ينتظر هذا القانون قراءتين إضافيتان، وبذلك سيكون ساري المفعول، وستتجه إسرائيل فعلا إلى انتخابات في شهر آذار مارس المقبل عام 2021. لكن هذه التفاصيل قد لا تقول شيء، وقد لا تكون أن قد لا تقول أن المواقف ستكون ثابتة والأحزاب لن تغير رأيها وبنيامين نتنياهو لن يغير رأيه. فالموضوع بشكل أو بآخر اليوم موجود بيد بنيامين نتنياهو وحزب الليكود اليميني الحاكم. حزب الليكود شهد في الساعات الـ24 الماضية انشقاقا من قبل أحد أبرز خصوم بنيامين نتنياهو وهو جدعون ساعر، وأعرب كذلك عن نيته تأسيس حزب سياسي جديد يضم شخصيات سياسية رفيعة بالإضافة إلى جنرالات في الجيش الإسرائيلي، وله شعبية كبيرة بحسب استطلاعات الرأي التي أظهرت أنه سينال لو أجريت الانتخابات اليوم 17 مقعدا في البرلمان الإسرائيلي الكنيسة. في المقابل الأمور أيضا بيد بنيامين نتنياهو، ففي حال أدرك بنيامين نتنياهو أنه فعلا يخسر من حظوظه ويخسر من أوراقه، على بنيامين نتنياهو بحسب طبعا سيناريوهات المراقبين في إسرائيل أن يلبي مطلب بيني غانتس وهو زعيم حزب أزرق أبيض وشريكه في الحكم والحكومة، بأن يلبي مطلبه ويقر ميزانية عام 2020 و2021، وبذلك سيتراجع بيني غانتس عن دعمه لقانون أو مشروع قانون حل الكنيسة، وبذلك لن تذهب إسرائيل إلى انتخابات. إذن الأمور اليوم موجودة بيد البرلمان الإسرائيلي وأعضائه فيما يخص مشروع قانون حل الكنيسة والتوجه إلى انتخابات، وفي المقابل الأمور أيضا بيد بنيامين نتنياهو في حال اتخذ قرارا بتلبية مطالب شريكه في الحكم بيني غانتس. شكرا جزيلا لك أمير الخطيب، مراسل تلفزيون العربي، كنت معنا من القدس.